معكم من عمان، واهلا وسهلا فيكم بالحلقه الاخيره من برنامجنا، برنامج عزم الشباب. احنا بطريقنا لمركز الاميره بسمه في سحاب لحتى نشارك المتطوعين والمشاركين بمبادرتهم الهادفه. عمان المدينه المبنيه على 7 جبال، وصل تعدادها السكاني ل 4.5 مليون، وسحاب هي مدينه صناعيه من مدن عمان فيها اكبر تجمعين صناعيين بالمملكه. بنشوفكم بسحاب. المشاركين بالبرنامج بعد 8 جلسات حوارية كان محور النقاش فيها التشغيل والتعليم وعمات الأطفال، قدروا يطلعوا مبادرة بتستهدف 3 فئات. الفئة الأولى الأطفال من عمر 7 إلى 15 سنة، يلي رح يتم تعليمهم على إعادة تدوير الأدوات المنزلية وصناعة ألعاب يمكن استثمارها اقتصادياً. الثانية هي فئة الشباب من عمر 16 إلى 35 سنة، اللي رح يتم تدريبهم على عمل الرزم لحتى يقدروا من خلاله يحققوا مردود مالي لإلهم. الأخيرة هي فئة السيدات من عمر 25 فما فوق، رح يتم تدريبهم على عمل منتجات يدوية تجارية يمكن تسويقها، رح يتم صناعتها بالصوف والسنارة. ياما تحكينا شو عملت اليوم بالتدريب؟ وحبيت الدورة اللي كانت اليوم، وكان في أسلوب تعاون كتير حلو، وأنا عملت هاي، عملتها من ورق ملون لاصق ولاصق عادي نجوم وشبر. احكي لي شو هتعملي فيه بعد ما تطلعي من هون؟ راح أهديه لصاحبتي اللي عندها عيد ميلاد أو حفلة، فراح تنبسط منه كتير بدل ما أطلع على السوق وأشتري، ففيني أعطيها إياه هدية، راح تنبسط فيه لأنه شغل يدوي. تحكي لنا عن المبادرة أو مشاركتك اليوم معهم بالمبادرة، وإيش طلعتوا؟ كانت اليوم الدورة اللي هي صناعة الصوف، سنارة الوحدة مش سنارتين، لأنه في سنارتين وفي سنارة، ففي غرز كثيرة تعلمنا، كل حدا أخذ نوعية من إشي بده يشتغله، إشي أخذ طاقية ولفحة، وإشي أخذ شالة ستاتي، وإشي أخذ شال بناتي، وتعلمنا عدة غرز. طب تحكي لنا المبادرة هاي إيش ممكن تفيدكم بس تطلعوا من هون التدريب؟ أكيد رح تفيدنا، في عندك ستات دخلهم متدني، هاي الستات أكيد رح تحاول تجيب صوف وتشتغل، فدورة اليوم يعني رح تعيد بالنفع على كل اللاجئين السوريين، لأنه راح أكيد رح تصير تشتغل لبيتها، هاي بتوفر على حالها إنها تروح تشتري. في عنا يوم السبت بازار إن شاء الله بنعرض فيه المنتجات اللي عملناها اليوم. هيك جولتنا في باص عزم الشباب انتهت، اتعرفنا فيها على أداة الحوار من أجل السلام، وشفنا إن المشاركين قادرين يعملوا تغييرات إيجابية في مجتمعاتهم. مجموعتين مختلفين، أردنيين وسوريين، بجمعهم مركز واحد ومساحة واحدة، بنوفر لهم الأمان لحتى يقدروا يفهموا بعض ومشاكل بعض. المجموعتين بتصير واحدة والمشكلة بتصير سهل تنحل. فعالية ومبادرة بتضمن استمرارية المشروع، وبتعطي دفع على المشاركين إن صوتهم وتعبهم وجهدهم جاب نتيجة، وإن كل شيء فيه له حل. هذا هو عزم الشباب، وهاي هي قدرة الشباب. تحية مني ومن كل الشباب. باي باي.